أنا اسمي زينات عبد الحميد المنصوري، متزوجة من أدهم عز الدين، دكتور مهندس أدهم عز الدين، وعندنا 3 بنات، آيات وحياة ونجاة. أنا أول واحدة بصحى في البيت ده. كان نفسي أحكيلكوا أكتر من كده، بس أول ما بتدق الساعة 6 بتعلن حالة طوارئ قصوى في بيت أدهم عز الدين. معلش معلش. صحية شمس الحب تنادي عالحلو وتقول بحنان، يلا يا ورد الحب النادي نملى الدنيا غنى وألحان. صحية شمس الحب تنادي عالحلو وتقول بحنان، يلا يا ورد الحب النادي نملى الدنيا غنى وألحان. أحلى صباح الخير في الدنيا من بابا والأحلى بنات، هو العمر يا ناس غير ثانية في حضن آيات وحياة ونجاة. اطمنوا كده يبقى مامتكم بتجهز الفطار. معلش معلش معلش. طبعا انا مش كل يوم هقول نفس الكلام، نركز في الحصه وما ننامش يا نجات. انا ما رضيتش اقول لبابا على درجات الشهر اللي فات عشان ما يزعلش منكم. يا ماما ده هما 6 درجات اللي نقصتهم في كل المواد. 6 درجات ومستهونه ب6 درجات؟ مش ال6 درجات دول اللي خلوكي طلعتي التانية بدل ما كنتي بتطلعي الأولى على طول؟ انتوا عارفين بابا 5 سنين في كلية الهندسة بيطلع الأول، عمره ما طلع التاني أبدا، كانوا مسمينه في الكلية الجينيوس. يعني ايه؟ الجينيوس يعني العبقري. انتوا كمان لازم تبقوا جينيوس زيه، مفهوم؟ يلا بقى قبل الفطار ما يبرد على ما اجهز لكم سندوتشات المدرسة. يلا يا بابا كل ده شاور. اسمعوني وانا هحصلك. هتخلص الميه. يلا يا نجات. ماما اقفي عندك، اوعي تتحركي انا جايلك. كل حاجه تقع ماشي الا الشاي. مالك انت ومال الشاي؟ انتوا تشربوا عصير ولبن وبس، الشاي ده عشان بابا. واشمعنى حضرتك؟ احنا الاتنين كبار، ناقص تقولوا نشرب قهوه كمان. يا سلام، فنجان قهوه يعدل الدماغ. بس يا بنت. يلا كله بسرعة عشان تلحقوا الباص. فين بابا؟ ابتدوا انتوا وهو جاي. عاوزين بابا. طب بس عاوزين بس بس بابا. عاوزين بابا. عاوزين بابا. يا أدهم عاوزين بابا. يلا بسرعة عشان المظاهرة ابتدت. البدلة هتلاقيها عندك على السرير. خلاص خلاص أنا جاي أهو، هبقى أكمل لبس بعد الفطار. كل المتظاهرين اللي عندك دول خلاص أنا نزلت أهو. خلاص اهو بابا جه. معلش معلش وقعتي. معلش. ايه الله، هنقضي الفطار بوش ولا ايه؟ يلا يلا على الصف. يلا كله بسرعه بقى. لا ثانيه واحده، انتوا نسيتوا ولا ايه؟ لا ما نسيناش، بس عشان الباص. ولو النشيد القومي لعائلات ادهم عز الدين. يلا 1 2 3 بيت العز يا بيتنا، على بابك عين بيتنا،
لا خضرة وضليلة بترفرف على العيلة وتضلل يا حليلة يا حليلة من أول عتبتنا يا بيت العز يا بيت السعد يا بيت الفرح يا بيتنا يا بيتنا يلا بسم الله الرحمن الرحيم يلا كله بسرعة بقى يلا بسرعة يا بنات حسين الباسكي ودي دي عم طه يلا مع السلامة خلي بالكم من نفسكم خلوا بالكم القرومة الصغيرة دي باي 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 باي, باي. يلا مع السلامة مع السلامة على فكرة انت ما فطرتش كويس معقولة هو انا هلاقي افطار احلى ولا اجمل من ده مالك يا ادهم مساهم كده ليه ظاهر يا زينات الواحد لما شغله بيكبر مشاكله بتكبر كمان وسعاد بعد ما سافرت مع جوزها وسابت المكتب عملت لي مشكلة البنت الجيلة كويسة بس لسه عاوزة تتعلم عاوزة تفهم ولا يهمك انا جرتب لك كل حاجة هترتبي ايه ولا ايه يا زينات ربنا ما يحرمنيش منك والولا فوزي اخويا ده ما منوش فايدة بقاله السنين دي كلها معاه وبرضه مش فاهم هو والله دلوقتي بقى كويس في العلاقات العامة هو صحيح ضارب شوية ومجنون ثلاث شويات بس ان شاء الله ربنا يهديه ويعقل اشكرك الو ايوه ادهم بيه طب ثانيه واحده الو اهي انجي لا طبعا فاكر ميعاد الميتنج ابعت لهم فاكس تاني وانا جاي حالا مع السلامه كويسه البنت دي كويس بتاعت شغل هتبقى كويسه اكتر ان شاء الله لا انا بقول يعني هي كويسة؟ قصدك أخلاقها يعني؟ بنت ناس طيبين ومحترم أنا قصدي يعني كويسة؟ إيه بقى يعني نوع الكواسة اللي تقصديها؟ يعني حلوة عادية يعني ما تلفتش النظر بتاعت شغل الحي! البيت غيرك! الحقي ولا يهمك بس حاسب هدومك تتبل ابعتي هاتي سباك نشوف ايه اللي حصل ده سباك ايه ما يجيبها الا زيناتها شنطه العده موجوده ولا يهمك عده ايه يا زينات الميه اللي حاصله دي بالتاكيد في كاسه جوه الحمام محتاجه سباك اسمعيني روح انت بس شغلك ما تعطلش نفسك انا هعمل كل حاجه انا بصراحه كل اللي فاكره انك كنت معايا في كليه الهندسه وكنت قسم حاسب قال اتعلمت سباكه فين في بيت ادهم عز الدين حاسب لحسن هدومك تتبل وممكن كمان تقع حاسب انت لا تقع انا مضطر يا زينات اغير هدومي لاني باينني اتبليت بس انت مش حاجه مشكله مفيش احلى منك حتى وانت واقعه في الحمام والميه ضربه Thank you.
حبيتش اجيب شغاله عشان انا بحب اعمل كل حاجه بنفسي. معلش معلش. من ساعة ما اتجوزنا وحتى بعد ما خلفنا ده شغلي وهوايتي ومتعتي. البيت ده حتة مني عشان كده رفضت ان اي حد يشاركني فيه. ازاي الاوفر ما وصلش لغايه دلوقتي؟ انا باعت فوزي بيه من 3 ايام. طب معلش احنا اسفين. هشوف الحكايه دي وارد عليك. مع السلامه. انجي فين فوزي؟ لسه ما جاش يا دكتور. الساعه 11 ولسه ما جاش؟ اول ما يجي هخليه يدخل لسعادته. وانا هستنى لغايه ما يجي؟ اطلبيه شوفيه في اي مصيبه. ايوه أنا بتاع العلاقات العامة. أو حياتك علاقات عامة. لا أصل أنا غاوي علاقات. بدأتها في الأول علاقات خاصة وبعدين يعني إيه بقيت دولي. اترقيت. بقيت علاقات عامة أصل أنا يعني واد لساني حلو يعني أحب أدردش كده وكبر الجمجمة يعني زي ما تقولي كده في اللذاذة. لا 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 يا حبيبتي. انا كده ازعل منك. اوعى تقول الجمله دي تاني. حب ايه؟ حب ايه وجواز ايه؟ انا على راي محمد منير قلبي مساجن شعبيه. احجز لك شقه اجار جديد في الثالث. ايه ده؟ انت معاك موبايل؟ ده معايا انا. خبر اسود. لحظه. اوعى تقفل السكه. يا ساتر يا رب. الو؟ ايوه انجي. هكون فين يعني؟ في الشغل طبعا. حاضر حاضر حاضر. يخرب بيت سألتك. ايا باشا. يد السكرتيرة. ده مش بتاعتي. دي بتاعت المدير. لا اصل الشركة ليس من غيري. مفيش اي حاجة بتتعمل الا ما ببقى موجود. والله. الساعة 12. يا باشا ولا يهمك. ده انا اروح في اي وقت. ده مدير مين؟ مدير ما قدرش يعمل لي حاجه. اصل انا ماسك عليه صور. صور انت خدتها جد؟ اصل انا مجوز اختي. ايوه ايوه. مش بقول لك علاقات عامه. بقول لك ايه؟ احنا مش هنتكلم في الجد بقى. مش هنتقابل. عشان تشوف الشقه. ايوه اصل الشقه بتاعتي غريبه شويه وانت داخلها بيبقى هواها بحري. تقعدي فيها شويه تلاقيها بقت قبلي. حتى الجنينه ما حبيتش اجيب جناين عشان كل حاجه حلوه يشوفها ادهم تكون من عمايل ايدي. أدهم بيحب الشجرة دي قوي عشان دي أول شجرة زرعناها سوا. شوفوا كبرت ورعرعت نبات قد إيه. في فاكسات؟ في إيميل؟ حد سأل عليا؟ الدنيا مقلوبة. وصل يا فندم. خليه يدخل. انت جيت يا زفت؟ اخيرا شرفت. معزه اختي زينات ما تنرفز نفسك. احنا لينا من غيرك يا باشا نتدلع عليه. ولا انت مش من 3 ايام
واخد الاوفر بتاعنا علشان تسلمه للشركه الالمانيه؟ حصل. وقلت لي انهم استلموه؟ حصل. لسه مكلميني بيقولوا لي ان ما وصل لهمش اي حاجه. حصل. ولا اتكلم كويس لحسن عفريت الدنيا بتترطط في وشي. ومعزي اختي زينات ما تنرفز نفسك، احنا عايزينك يا باشا. واد يا فوزي احنا في شغل، عارف يعني ايه في شغل؟ يعني لو جبت سيره اختك زينات واحنا في الشغل انا هرفدك. وقلبك هيطوعك ترفدني وتزعل اختي زينات اللي قايدالك صوابعها العشرة شمع. اللهم طولك يا روح. يا باشا اهدى يا باشا اهدى، صحتك. اتفضل يا باشا اتفضل، انا هشرح لك كل حاجه واحده واحده. كل اللي هنا صحتك يا باشا، عايزك ترتاح خالص وتطلب الكوكتيل اللي حضرتك بتحبه. الكوكتيل بتاع الباشا انجي دلوقتي حالا. انا هحكي لحضرتك الموضوع من اوله لاخره. انا حسيت كده يا باشا ان اللعبه مش نظيفه، فيها نصبايا. هقول لك يا باشا، انا بعد ما قدمت الاوفر سحبته تاني من السكرتاريه. ليه بقى؟ حسيت ان في شركات منافسه اخرى هتستفيد من المعلومات اللي في الاوفر بتاعنا علشان تتعاقد على صفقات مع شركات اخرى. تعرف احيانا بيبقى لك لازمه، بحس ان ذكاء اختك زيدات بينضح عليك. السلام عليكم يا عم حسين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك؟ الحمد لله يا ست الكل. حضر لي الطلبية دي على ما ارجعلك، واللي مش موجود عندك ابقاخده بعدك. كلك ذوق ومفهومية باش مهندسة من عناية الاثنين. حاضر. تسلم. السلام عليكم. معلش معلش خد حق ال ادراك يا باشمهندس، احنا نقبل العوض برضو. شكرا. نحن هنا يا باشمهندس. جايالك. ازيك؟ الله يخليك. صباح الخير. صباح الفل يا باشمهندس. ايه ده؟ مال اللحمه لونها كده ليه؟ مالها؟ ما هي زي الفل اهي. اوعى تكون بقرة مجنونة ولا جاموسة راكبها عفريت. بتجنن الا بني ادم يا باشمهندسة. لما الكيلو يوصل 28 جنيه ولا 30 جنيه هو ده الجنان بعينه. طب اقطع لي حتة حمرة خالص. ما فيهاش ولا حتة دهن. مشفي ومن غير كوليسترول. هضطرني ده على ما ارجع لك يا عم سعد. احلى بخور على ست الستات. الله يخليك. من عيني. حاضر. تسلم. صباح الخير يا فرغان. صباح النور يا ست الكل. كرسي يا ابني الباشمهندسه. يعني انا يا معلم. اتفضلي يا ست الستات. اظن الفراخ لسه ما اتجننتش. هو في اعلى من الفراخ؟ البلدي. هو في اعلى من البلدي؟ فرجني كده. بيتي كله متربي على اكل البيت. لا سماوي ولا حاجه. بسم الله ما شاء الله. نذبح. سمي وذبح. عاوزه كام فوز؟ ثلاث فرخات. ربنا يخليهم لك.
انا بس مش عارف سيادتك بتتعبي نفسك وتيجي ليه. الله التليفون صغير منك، انا عاوزه كذا فرغاني يتذبح ويتوضب يوصلك لحد البيت. يا دي الدليفري اللي طالعين لي فيه في المقدر جديد، انا ما استطعمش الاكل اللي بالتليفون ده، لازم اشوف كل حاجه بنفسي. الدنيا كلها ماشيه بالتليفون يا باشمهندسها، انا طول النهار ماشي بده، الناس تطلب لي، عاوزه ارانب، عاوزه فراخ، خلاص محدش عاوز يتحرك من بيته. ايوه يا ماما. يا زينات اعملي معروف، تعالي شوفي لك حل في اخوكي وابوكي، الاتنين هيجننوني خلاص، انا تعبت. الواد اخوكي 3 ايام دلوقتي ما نشوفش وشه ولا حتى مسك التليفون وكلمنا. من حقه، هو عيل صغير عاوزه تربطيه جنبك. سمع ابوكي بيقول ايه؟ عايز يرفع لي الضغط. يا ناس حرام عليكوا بقى. تعالي يا زينات، تعالي دلوقتي حالا. سيبيها سيبيها لجوزها وبناتها، انت عاوزه تعكنيني عليها؟ هاتي هاتي ده، هاتي هاتي. الو، ازيك يا زينات؟ عامله ايه يا حبيبتي؟ والبنات كويسين؟ بقول لك ايه، انا عاوز ابقى افوت عليهم كل اسبوع مره اعلمهم اصول الخط العربي. ما هو مش معقول يبقى جدهم عبد الحميد المنصوري وخطهم زي نكش الفراخ. احنا في ايه ولا في ايه؟ هات 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 اما اكلم بنتي. زينات انا هطق. الف سلام عليك يا حبيبتي، انا كده كده كنت هعدي عليكوا النهارده. خلاص خلاص استهدى بنتي بالله بس، وانا هاجي لك على طول اول ما اخلص السوق. حاضر، مع السلامه. الف هنا وشفا يا باشمهندسه. شكرا، انت اللي جايبه بنفسك. انت مالك كبير عندنا قوي يا باشمهندسه. شاهل يا فرغلي عشان لسه هعدي على عمك عبد الحميد. انت اللي فسدت الواد ده وتلفت قبله. تقدر تقول لي يسكن بعيد عن امه ليه؟ كان اتجوز ولا عشان يصرمح على كيفه؟ يا ستي ما كل الشباب في اوروبا بيعملوا كده، واللي بيبوظ ببوظ حتى لو كان قاعد في حضن امه وابوه. ايوه طبعا، ما انت بقى اللي مشجعه، نفسك يعمل اللي انت ما قدرتش تعمله. يا ام فوزي، البني ادم عامل زي الحرف اللي احنا بنكتبه، لو سن الريشه من الاول وضعه صح هتلاقي الالف طالع الف. شوفي جماله، تكتبيه كوفي سلس ديواني هو الالف. وانا ربيت ابني فوزي، ربيته صح، سن الريشه كان مظبوط، يطلع كوفي يطلع فارسي هو حر. طلع صايع، خليه يعيش يشوف الدنيا، ما يخلش خبت ابوه. الحمد لله، اديك قلتها يا عبد الحميد. ايه بقى الخيبه اللي انت خبتها؟ انك اتجوزتني؟ ندمان انك اتجوزتني يا عبد الحميد؟ حد كان ضربك على ايدك يا عبد الحميد؟ ندمان؟ ندمان على حاجة فات عليها يجي نص قرن؟ حتى لو كنت ندمان، الندم خلص خلاص، وندمت ان انا ندمت كمان. انت طول عمرك كده، ما انتش عارف امتي، نفسك تقوم ما تلاقينيش، نفسك تهرب مني، نفسك تهبك، عامل زي القط المحبوس والوقتي بتفتح الباب للواد عشان يطير. انت فاكره اعتدال اول مره شفتك فيها امتى؟ من اكتر من 60 سنة. ايه؟ كنت لسه مولوده، وانا كان عندي 7 سنين. عمي قال لابويا نقرا فتحه اعتدال على عبد الحميد، ومن ساعتها ما سبناش بعض، قلنا كل الكلام وحكينا كل الحواديت واتخانقنا كل الخناقات. ابويا وابوكي ماتوا، وكل اللي حوالينا ماتوا، والكم يوم اللي باقي لنا نهدى لحد ما يجي معادنا احنا كمان. عايز نموت، عايز تخلص مني يا عبد الحميد. اخلص منك يا عبيطه؟ امال هنقر مع مين؟ وانا في حاجه في الدنيا باقيه لي غيرك؟ امبارح بعد ما صليت الفجر قعدت اخطط واكتب في ايد الكرسي، وانا بكتب حسيت اني مش في الدنيا، كاني بحلم، كاني طاير مع الارض، حسيت اني قريب من ربي
هنا قوي. قلت ليكون معاد الجاه يا عبد الحميد. وما خفتش، خفت على حاجة واحدة بس، انت اعتدال. انا هقولك حاجة ما قلتها لكيش من 41 سنة، انا بحبك. ايه؟ مش سامعة. بحبك 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 بالتلاتة، الثلث والنسخ والرقعة. اه بقى انتوا نازلين حب ببعض بس، تعالي الحقي تعالي شوفي الحق ايه. لا 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 كده صح يا ابو زوزو، الست دي ما حدش زعلها ابدا. يا اهلا وسهلا. اهلا 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 وسهلا. شفت يا زوزو، شفت عمايل اخوك يا اختي، اكلمه في التليفون ما يردش عليا. احنا مش هنخلص من الموال ده بقى. ما يردش يا ست، يمكن ابنك دلوقتي قاعد مع الجو بتاعه رايق ومبسوط. انت عاوزه تجيبيه عشان تديله الرضعه؟ سامع ابوكي، انت مالكش دعوه، انا بتكلم مع بنتي، ما تتحشرش. هي مش بنتي انا كمان، يا بنتك انت لوحدك. انتوا كل دقيقه هتشبكوا مع بعض، ما انتوا كنتوا لسه. يا اختي ده قاعد لي على الواحده، اقول يمين يقول شمال، وما فيش غير كلمه واحده اللي طالعه على دماغه الايام دي. كلمه ايه؟ بالعكس. يعني ايه بالعكس؟ اقول له يا عبد الحميد الدش الساقع بينشط الدوره الدمويه وبيجري الدم، يقول لي بالعكس الدش السخن هو اللي بيخلي الدوره الدمويه ماشيه مظبوط. ايوه الدش السخن هو اللي بيجري الدوره الدمويه. تقبلوني حكم؟ لا سخن ولا بارد، ايه رايكم نخليها نص نص ونخلص؟ طب يا زوزو اللي عامله اخوكي ده يعجبك؟ معلش يا ماما انا هكلمه. قولي له امك بتقول لك لازم تتلم، لازم تتجوز. بالعكس يتجوز ليه؟ هو مبسوط كده. سامع ابوكي عايز يفرسني. بالعكس انا عاوز اريح. حاضر يا ماما انا هجيبه لحد هنا واخليه يبوس ايدك كمان. قولي له امك بتقول لك اتجوز، دور على واحده تلمك. حاضر، بس انا بقى اتاخرت جدا لاني لسه ما حضرتش الغدا لادهم والبنات. وايه بس اللي انت جايباه ده يا زوزو؟ جايه وشايله كمان. دي فضله خيرك، صينيه جلاش وحله محشي صغيره كده عشان عارفه ان بابا بيحبك. ربنا يخليك يا زوزو في المحشي. لا لا اسمع، انت مش هتاخد غير صباعين بس، انت عندك السكر والمحشي مش كويس للسكر. بالعكس المحشي حلو للسكر. حلو؟ طيب الحلو مش حلو للسكر. هو انت دكتوره؟ لا 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 احنا كده مش هنخلص. باي باي ماما، فكي ايدك شويه. صباعين ايه؟ سلام عليك. سلام يا حبيبتي. هو انت مصدقها؟ عايز ناس قالت لك بحبح ايدك. هما صباعين ما فيش غيرهم يا اما مش هتاخد خالص. ايه تهديد ده بقى ولا ايوه تهديد. لا انت عارفه ان انا ما حبش تهديد. عبد الحميد هما ثلاث صوابع مش هتنزل عنهم. طيب طيب اهلا اهلا، نمسح رجلينا الاول. ها عملنا ايه في الريبورت؟ جبت اكسلنت في الساينس والميس والانجليش طبعا، وانا في التاريخ والعربي. وانت يا ست نوجه عملتي ايه؟ شم ريحه فراخ. انا مش بقولك شم ايه، انا بسالك على الريبورت. هنموت من الجوع. ليه ما كلتوش السندوتشات بتاعتكم ولا ايه؟ لا كلناها طبعا يا ماما. احنا كلنا. ايه احنا كلنا دي؟ اصل حياتي ما كلتش السندوتشات بتاعتي. انا هقولك يا ماما، اصل واحنا في البريك لقيت ست غلبانه واقفه جنب سور المدرسه، فكانت جعانه قوي، قمت مديها السندوتشات بتاعتي. الظاهر يا ماما ان الشعر اللي حياتي بتقراه خلاها حنينه قوي. انا طبعا مبسوطه جدا من اللي انت عملتيه عشان بتساعدي المحتاجين، بس تعملي حسابك تاخدي زياده عشان انت كمان ما تضعفيش. هعمل لك ساندوتش تصبير. خليها تصبيرتين. حاضر يا اروح. يلا بقى نطلع نغسل ايدينا ووشنا ونغير هدومنا ونعلقها ونعمل الهوم ورك مع بعض لغايه بابا ما يجي. اللي بيحصل ده مهزله. احنا كده بنرجع 100 سنه لورا، لما سعر الكمبيوتر يوصل الرقم ده يبقى بتحكم على شعب انه يتخلف. الأمية ما هياش إنك ما تعرفش تقرأ ولا تكتب. الأمية الحقيقية دلوقتي إنك ما تعرفش تتعامل مع الكمبيوتر. يا جماعة
الكمبيوتر لازم يبقى ليه سعر مناسب يقدر عليه كل الناس. ده كلام عظيم يا ادهم بيه، لان احنا في سوق في جمارك وفي مواصفات، في النهايه ده بيزنس. كل بيزنس زي ما له هامش ربح لازم يبقى له هامش انساني. سيادتك عارف يا دكتور ان كل يوم بينزل موديل جديد بسيستم جديد باوبشنز جديده، عشان كده انا شايف ان الاستوك في المخازن من الجهاز بتاعنا بيمثل خطوره كبيره علينا. يا دكتور احنا عندنا في المخازن 1000 قطعه لسه ما اتباعوش. انجي لقيت الفايل بتاع الطلبيات الجديده عندك؟ لا يا فندم مش عندي على الكمبيوتر ولا عند سيادتك. يبقى انا سيفته على الكمبيوتر في البيت. هنشوف. هيا يا جماعه في ايه تاني؟ حد عنده اقتراح؟ حد عنده فكره؟ الموضوع ده لازم نخلص منه النهارده قبل ما نمشي. This A of the triangle equal half by length of the base by its height. You understand? Yes. The triangle. ماما انا عايز اكل بقى، ما كلمني بابا. برضو يا نجو عمرنا كلمنا بابا في الشغل عشان نعطله؟ بابا عارف ميعاد الغدا، بيسيب كل اللي في ايده كل يوم عشان يجي يتغدى معانا. هي الساعه كام دلوقتي؟ 4 الا ربع. 4 بالظبط هنلاقي بابا موجود. خلاص بقى مش مهم الربع ساعه دي، نذاكر بعد ما ناكل. انا عندي فكره، احنا نساعد حضرتك ونجهز الاكل على الترابيزه عشان اول ما بابا يجي ناكل على طول. طيب يا عبقريه، طالع على ابوكي. لا 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 انا اللي طالع بابا. انا طالع على مامتي حبيبتي. وانا بقى طالع على مين؟ ماما هو انت لما كنت صغيره كنت شبهي؟ الو؟ ايوه يا ادهم انت فين؟ مش هتقدر تيجي؟ ازاي؟ طب ما تحاول ان شاء الله حتى ساعه وترجع تاني. ده انا عامله لك النهارده ملوخيه ومسقعه. مش هقدر خالص يا زينات، مش هقدر اسيب الشركه. احنا عندنا مشكله كبيره قوي مش هنمشي لما نخلصها. لا اتغدوا انت يا حبيبتي، انا اصلا هتاخر كتير. مش عايزين ياكلوا. طب انا هخليك تكلم، هحط التليفون على السبيكر. ايات حيات نوجة، مش هناكل غير لما تيجي حبيبتي. انا في اجتماع. مش هناكل لما نغني النشيد القومي مع بعض. النشيد القومي يا حيات؟ اضرب اضرب عن الطعام وهنحملك المسؤولية. يا بيتنا على بابك عينا بيتنا، يا خضرة وطليلة بترفرف على العيلة، وتضلل يا حليلة يا حليلة من أول عتبتنا. يا بيت العز يا بيت السعد يا بيتنا، بيت العز يا بيتنا على بابك عينا بيتنا، يا خضرة وطليلة بتضلل على العيلة، وتقول لها يا حليلة يا حليلة من أول عتبتنا. يا بيت العز يا بيت السعد يا بيتنا، بيت العز يا بيت. طيب يا زينات، طيب يا بنات أنا هكلمكم بعدين. طيب أنا هستناك، مش هاكل لما تيجي. باي باي. ما يلا تاكلوا، مستنيين ايه؟ اكلي نجات وانتي كلي. ايه يا ابني انت فين؟ دي ماما زعلانه منك جدا. اعمل ايه بس؟ غرقان غرقان في الشغل يا زوزو. ما البركه في جوزك بقى. ها جوزك الحقيقة مش مخليني عارف أبص حواليا. لا 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 هروح لها طبعا. لا لا مش دلوقتي، دلوقتي ما ينفعش خالص. أصل أنا لازم أرجع الشركة عشان وحشتني قوي. في لا أقصد يعني في شغل في الشركة. مأمورية مهمة جدا. لا زوزو أختي
ما تزعليش مني، انت اختي في البيت وادهم جوزك ده في البيت، انما في الشغل انا راجل بروفيشنال لازم افصل طبعا. لا لا ما تلاقيش، تلاقيش على اخوك. لا هشرفك طبعا، اه هشرفك جدا. مساء الخير. مساء النور. مدام زينات موجودة؟ أنا مدام زينات. أنا إنجي. إنجي مين؟ سكرتير الدكتور أدهم. أنا كلمت حضرتك كذا مرة. الحقيقة في فايل مهم قوي على الكمبيوتر اللي في مكتب دكتور أدهم، ومحدش هيعرف يطلعه غيري. اتفضل اتفضل. ميرسي قوي. الو ادهم، انت بعت حد من المكتب؟ دي انجي؟ لا انا بس كنت بطمن. باي باي. ميرسي. لقيتي اللي كنتي بتدوري عليه؟ متشكره قوي.